السلام الله عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول في حديث أبي أسيد الساعد رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما. سؤال: ما المقصود بالصلاة عليهما؟ الدعاء. مقصود الصلاة عليهما الدعاء لهما. الدعاء يسمى صلاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم